وثلاثة وانا رابعة. صح. هنبدأ ناخد الدرس الخامس، مادة تكنولوجيا المعلومات. درس اسمه دعم الأشخاص ذوي الهمم. التكنولوجيا ساعدت الأشخاص ذوي الهمم؟ طب ساعدتهم ازاي؟ قال لي في آخر الدرس هقدر أشرح ازاي التكنولوجيا المساعدة ساعدت الأشخاص ذوي الهمم، هقدر أناقش ازاي التكنولوجيا ساعدت الأشخاص ذوي الهمم وساعدتهم في حياتهم، هقدر أقترح وسيلة تكنولوجية بتمكنني إن أنا إيه؟ بتمكنها من إن أنا أقدر أساهم أحسن في تحسين حياة الآخرين. طيب السؤال بتاع نتفاعل مع، كيف يمكن للتكنولوجيا، ازاي التكنولوجيا، ازاي التكنولوجيا بتساعد الاشخاص ذوي الهمم من رأيك؟ أجاوب اللي هو بتساعدهم مثلا إن هي بتصنع زي إن هي صنع التكنولوجيا، صنعت كرسي حديث اللي هو اللي انتي بتعرفي كرسي متحرك اللي هو الحديث اللي بتعرفي تتحكمي بيه من غير ما حد يزقك. وكمان عملت اللي السماعات، هو ايه؟ اللي عملت اللي هو السماعات، الكرسي المتحرك. وكمان ايوه، الكرسي المتحرك اللي بيساعد الاشخاص اللي هم تماما اللي مش بيقدروا يتحركوا اصلا من مكانهم. بتساعدهم إن هي بتصنع سماعة، بتساعدهم إن هما يسمعوا. تمام. طيب تعريف التكنولوجيا المساعدة، قال لي هي وسائل تكنولوجية بتساعد الأشخاص ذوي الهمم إن هم يقدروا ينجزوا المهام بتاعتهم المختلفة. طيب بعد الأمثلة عليها، قال لي رقم واحد برمجيات تكبير الشاشة. إيه برمجيات تكبير الشاشة دي؟ قال لي بتساعد الأشخاص اللي عندهم ضعف بصر إن هم يتفاعلوا مع جهاز الكمبيوتر. طيب برمجيات التواصل البديلة، إيه هي برمجيات التواصل البديلة؟ قال لي برمجيات بتساعد الأشخاص ذوي الهمم على التواصل الشفهي واللغوي مع الآخرين. يعني إيه؟ يعني هقدر أتكلم الأشخاص يقدر الأشخاص ذوي الهمم يتواصلوا مع حد بالإشارة، الإشارة لغة الإشارة أو باللغة. في برامج خاصة بجهاز الكمبيوتر ممكن أحول النص المكتوب لنص مسموع أو العكس. يعني إيه؟ واللي في منها بتاع التواصل البديلة دي، في برمجيات أصلا بتحول الكلام اللي أنا بكتبه لصوت أو تحول الصوت اللي أنا عاملاه لكتابة. تنساعد الأشخاص بس يا حلو. قلت سماعات الأذن، إيه هي سماعات الأذن؟ قالت دي بتساعد الأشخاص اللي عندهم مشكلة في السمع إن هم يقدروا نعم، الأشخاص اللي عندهم في السمع إن هم يقدروا يسمعوا. بيقطع يا ماما. صوتك بيقطع. طيب كده كده كويس. سماعات الأذن، سماعات بتساعد الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة السمع إن هم يقدروا يتواصلوا مع الناس. بيحط لهم سماعات أذن، بتتوفر تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية بتتيح ضبط سماعات المستخدمين. يبقى أنا عندي خدت دلوقتي حاجتين من التكنولوجيا المساعدة اللي بتساعد بيها الأشخاص ذوي الهمم، إيه هما؟ أنا
ان هو سماعات الأذن وبرمجيات التواصل البديل. تكبير أرض الشقة والمكان البديلة يعني لسماعات الأذن. تاني قولي انت قلت ايه تاني عشان الصوت كان مكتوب. مهما نسأل مهما تاني قولي تاني عشان نسأل الصوت. أنا ماشي، ماشي برمجيات التواصل البديلة هي برمجيات بتساعد الأشخاص اللي هم ذوي الهمم علشان يتواصلوا شفوي وبلغة الإشارة مع الآخرين، مع الآخرين. تمام، وفي منها برمجيات خاصة بجهاز الكمبيوتر بتقدر تحول النص المكتوب لنص مسموع أو النص المسموع لنص مكتوب. تمام. ممكن تطلعي فوق شوية. يا برمجيات تكبير أما الشاشة. بر... أما برمجيات تكبير الشاشة هي برمجيات تقوم بتكبير كل شيء اللي هي على شاشة الكمبيوتر زي الكلمات زي الكلمات هذا أي حاجة مش شاشتك. وبتتيج بتتيج بتتيح ايه ده؟ هي إيمان يعني نور اللي هو من ضعف البصر تمام. التفاعل مع جهاز الكمبيوتر. تمام، أقول للأشخاص اللي عندهم ضعف بصر التفاعل مع إيه؟ جهاز الكمبيوتر. التواصل ليه البديل. ساكن ممكن تراجع اللي هي تبع تكبير شاشة الكمبيوتر. تكبير شاشة الكمبيوتر تاني. تكبير الشاشة ده هو أصلا بيستخدمه الأشخاص اللي عندهم ضعف بصر، هم مش قادرين يشوفوا كويس، فهم مش بيقدروا يقروا الكلام الصغير اللي مكتوب على الكمبيوتر، فبيجيبوا البرمجيات دي. هو أصلا برنامج مش شاشة، يعني هي برنامج بنزله بيكبر الشاشة، كل ما هاجي على حتة عايزة أقراها أعمل عليها كده زي ما هو عامل، هيقوم مكبر لي الشاشة. تمام كده خلاص ولا ايه؟ بتكبر الشاشة، بتكبر الصورة. هي برنامج بنزله بفضل اعمل كده على اي كلمة عايزة اقراها، مثلا كلمة صغيرة تقوم هي مكبرة لي الكلمة. تمام. تمام. عندي كمان حاجة، سماعات الأذن. قلت دي بتساعد الأشخاص اللي عندهم ضعف سمع ان هما يقدروا يعملوا ايه؟ يسمعوا الناس الثانية بالتليفون يقدروا وبطبق خاص بالهواتف الذكية بتتيح ضبط سماعات المستخدمين. تمام، برافو. طيب عندي ايه كمان؟ عندي الادوات الرياضيه. يعني يا ميسي هي بتعمل ايه بالظبط عشان انا ما فهمتهاش؟ هي ايه؟ سماعه، سماعه حسناء ولا ايه؟ اه السماعه حبيبتي بلبسها، يعني شخص مش بيبقى اطرش بيبقى ما بيسمعش، فبيعمل ايه؟ بيلبس السماعه دي في ودانه عشان يقدر يسمع الناس اللي حواليه. عشان يقدر يعدي الطريق،
عشان يقدر يعرف يتكلم في التليفون. ماشي. شخص أصم يعني، هو بص هو بيتكلم عموما عند أصلا طلعت بيتكلم عموما عن الأشخاص اللي عندهم ضعف بصر وعندهم ضعف سمع وعندهم مشكلة في الإيه، من ناس من ذوي الهمم. مش حسناء ربي. تلاقي انك تخرجت. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ بص يا جن، بقول ان الادوات دي بتساعد الاشخاص اللي عندهم اللي هم من ذوي الهمم، من ذوي الاحتياجات، يعني شخص اصم، شخص اصم، شخص مش بيسمع، شخص مش بيعرف يتكلم، شخص مش بيقدر يمين. كل دول ناس بيطلق عليهم الاشخاص من ذوي الهمم. طيب دول اصلا ايه اللي بيحصل، او انا بساعدهم ازاي، او ايه يعني التكنولوجيا ساعدتهم ازاي وتطور التكنولوجي. بيقول لي بقى يا جنى ان هي ايه، ان ايه اللي حصل، ان هم بدأت التكنولوجيا تخترع لهم حاجات تخليهم يقدروا يتواصلوا معانا عادي. تمام. الأدوات الرياضية بقى إيه؟ هل الأشخاص بقى ذوي الاحتياجات اللي هم أصلا مش بيقدروا يتحركوا، هل هيقدروا يعملوا رياضة؟ قال لي آه، قال لي عندي حاجة اسمها كرات الطابات التي تصدر صوت، كرة بتصدر صوت بتساعد المكفوفين إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يمارسوا الرياضيات المختلفة، أو إن هم يمارسوا الرياضة المختلفة. عندي إيه كمان؟ عندي الدراجة الهوائية بس ب3 عجلات، موتوسيكل ب3 عجلات. ايه الموتوسيكل اللي ب3 عجلات؟ قال لي ده بيشغلوه بواسطة الايدين عشان ما يقعدوش يبدلوا برجليهم، لان هم عندهم اصلا اعاقة في رجليهم. يا ميس، أنا طلعت علشان عشان أنا عشان أنا نقلت جهاز تاني، ما سمعتش تبع السم. ما سمعتش بتاعت السمع. لا طيب كنا بنقول لسماعات الأذن بيستخدموها للأشخاص اللي عندهم ضعف سمع. تمام. ضعف جمع الضعف، الأشخاص اللي عندهم ضعف سمع من ذوي الاحتياجات. طيب هو يعني ايه أصلا من دول الاحتياج؟ يعني أشخاص يا هم مولودين بحاجة ناقصة، يا هم أصلا عملوا حادثة وتعرضوا إن هم يفقدوا أحد الحواس بتاعتهم. يعني يا هم مثلا حد اتولد أعمى مش بيشوف، يا إما عمل حادثة فاضطر إن هو يتعمى فبدأ يستخدم تمام. طريقة برايل، بدأ يستخدم إن هو يتعلم، بدأ يستخدم طريقة برايل إن هو يتعلم بيه. طيب شخص تاني عينيه ضعيفة، عينيه نظره ضعيف، يا إما هو برضه اتولد بنظره ضعيف، يا إما هو من كتر ما هو بيقرأ أو من كتر ما هو بيقعد على التليفون نظره ضعيف فبدأ يلبس نظارة، بس نظره برضه رغم إن هو لابس نظارة نظره ضعيف. فدي استخدم مين؟ قال لي ده استخدم برمجيات تكبير الشاشة. تمام؟ تمام. طيب ايه تاني؟ قال لي سماعات الاذن، شخص مثلا اتولد او هو اصلا مش بيسمع، يعني اتولد مش بيسمع، يا اما هو اصلا عمل حادثه وتعرض لفقد ايه، حاسه السمع فما بقاش بيسمع. طب التكنولوجيا ساعدته ازاي؟ التكنولوجيا عملت له السماعه عشان يقدر يسمع الناس اللي حواليه، يقدر يعدي الطريق، يقدر يستخدم الموبايل، يقدر يعمل حياته كانها طبيعيه. تمام. تمام. بس
نعم بيقولوا اللي مش بيسمع ما بيتكلمش. مش كل الناس يعني، في ناس الحرص اللي هما مش بيقدروا يتكلموا، في ناس تانية بيبقى عندها ضعف سمع، بس يعني هما بيسمعوا بسيط. ماشي. ماشي، طب بيقول لي بقى الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات دي اللي هم أصلا مش بيقدروا يمشوا، هل هيقدروا يستخدموا الأدوات الرياضية؟ هيستخدموا رياضة؟ هيستخدموها ازاي؟ لا لا، قال لي لا اه هي. يقدر. طب هيستخدموها ازاي؟ قال لي هيستخدموا مثلا، هم مش بيشوفوا، هم بيعملوا ايه؟ هم بيسمعوا. طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيستخدموا كرات، طبقات كرة القدم، نعم يعني كرات اسمها طبقات. ايه يعني ايه كرات يعني ايه؟ طبقات؟ يعني بيقول لي ان هي بتصدر صوت، يعني لما بحذفها في الحيطه بتصدر صوت عالي جدا، مش زي العادي، بتصدر صوت عالي جدا لدرجه ان انا اسمعها. هو شخص اعمى فيعرف مكانها فين. طيب الدرجات كمان بيقدروا يركبوا الدرجات ثلاثية العجل، اللي هم الأشخاص اللي مش بيقدروا يمشوا بقى بيركبوا العجل اللي هي الإيه، يعتبر الموتوسيكل اللي هي بتلات عجلات، أو زي الراجل ركبها دي اللي هي بتلات عجلات، بيشغلوها عن طريق إيديهم بدل ما يشغلوها عن طريق زي العجلة كده، إن هم يقعدوا يبدلوا. يعني بيشغلوها كده زي بنلف العجل. مثلا او بيشغلوها بموتور زي الموتوسيكل بس هي مثل لما يجي زي العربيه، كده مش انت زي العربيه، من غير انا يا دوب هدورها وهي هتمشي، مجرد بس ان انا احدد الاتجاه بتاعها فين، مش هقعد احرك رجلي. طيب طب ايه الاطراف الصناعية الاطراف الصناعيه؟ قال لي دي عباره عن اجهزه تعقيديه عشان الاطراف المفقوده من الجسم، حاجة من الجسم اتفقدت، يعني الإيد، الرجل، ممكن تنزلي تحت. الإيد، الرجل، ممكن عمل حادثة ففقدت. طيب هو هيعوضهم إزاي؟ قال لي عن طريق الأجهزة التعويضية اللي هي إيه، الأطراف الصناعية. عندي مثلا الساق الصناعية، بيقول لي إن ألبرت لين وهو بيستكشف، اللي هو كان في الدرس الأولاني، وهو كان بيستكشف إيه اللي حصل له، قال لي عمل حادثة، تعرض للحادثة دي ان هو تسبب في احد بتر احد ساقيه، يعني الحادثة دي ادت ان ايه، هو أي واحد ألبرت لي مش في الأول ما كانش صورته زي كده؟ يا هو مثل اللي مش باين عشان ممكن الصورة ضلمة. هو ده ألبرت عادي، بس هو بيستكشف. نعم، ممكن تيجي انت ناحيه شويه عشان انا مش سامعاكي. بقول لحضرتك البرت اللي هو كان في الدرس الاول، اللي هو المستكشف اللي بيعمل، اللي هو في أول درس في التكنولوجيا، الألبرت لين ايوه اللي عنده الجي بي إس، واللي عنده جهاز مقياس المغناطيس، وعنده الجهاز الرادار المخترق، وعنده الطيار بدون طيار، وعنده الأقمار الصناعية ايوه والجي بي بالظبط إس. بالظبط. طيب هو بيقول لي هو بيستكشف، وقع، بس الوقعه كانت جامده شويه، الوقعه خلته ايه، خلته رجله اتقطعت، رجله رجله اتقطعت. طب هو هيكمل استكشافات طيب ورجله الحتة مقطوعه؟ ديت اه اللي هي دي، ديت دي. ازاي يمس شكل الرجل ازاي شكل